أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما صحة القول بأن الله تعالى قد يدخل الجنة من كفر بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي طلب من أولاده أن يحرقوه ويذروه فوق الجبال وفي البحر، لأن وقال: لئن قدر الله علي ليعذبني، وهذا القول كفر، فغفر الله له ودخل الجنة. هذا القول باطل، هذا القول باطل، الكافر لا يدخل الجنة أبدا. وهذا الرجل الذي قال ذروني هذا ليس بكافر، هذا مسلم، لكن أخذه شدة الخوف، شدة الخوف، حمل الخوف من الله، شدة الخوف من الله حملته على هذا العمل، من شدة الخوف من الله، وهو جاهل، يعني عنده خوف مع جهل، الذي حمله على هذا الجهل، فعذر بالجهل، عذر بالجهل في هذا، وهو مؤمن ليس بكافر. الجنة لا يدخلها كافر أبدا، إن قال إنه يدخلها كافر قوله باطل. نعم.